دار الياسمين لرعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لاحتفال بعيد الأم والأسرة. النهاردة على غير العادة أنا معايا 20 طالب، قررنا نقسمهم مجموعات، مجموعة كانت بتزرع ومجموعة كانت بتلون ومجموعة كانت بتحتفل مع المسنين جوه وبتوزع الهدايا. عندنا عدد كبير المرة دي من كلية صيدلة بالتحديد، وده اللي فاجئني جدا، مبسوطة جدا من العدد وان الاعلان وصل للناس. والمرة دي حتى مش معانا فريق كوميونيتي سيرفيس بس اللي احنا متعودين عليه، لا معانا طلبة مختلفين كتير. مبسوطة ان انا زورت دار الياسمين للمسنين، وانا سعيدة ان الجامعة عملت فرصة زي كده عشان دي اول مرة ان انا اطلع. وبصراحة كانت تجربة جميلة جدا ان احنا نشاركهم يوم زي ده ونشاركهم الاحتفال والفرحة. كنت سعيد بتجربة النهاردة جدا، الناس فعلا محتاجة حد يساعدهم وحد ينشر الفرحة في حياتهم. مبسوطة بالتجربة لان بيبقى احساس ممتع الصراحة لما تيجي تتكلم مع الناس الكبار، تستفيد من خبرتهم، تسألهم عن هم قضوا حياتهم ازاي، تبقى تجربة مؤثرة ومميزة. وأتمنى كل الطلبة اللي زي انها تشارك في حاجة زي كده. أتمنى ان كل جامعات مصر تحذو نفس الحذو، جامعة المستقبل، واحنا بيشرفنا، ودي برضو رسالة حلوة للمسنين اللي ممكن ما بيشوفش حد كتير، فزيارة زي كده بيحسوا ان ابنائهم موجودين معاهم، فدي حاجة تسعدنا وتسعد المسنين. ويا رب نكون ساعدناهم وفرحناهم النهاردة حتى لو بابتسامة بسيطة على وشوشهم. FUE لدعمكم لمركز الياسمين لرعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.